الوطني المنتخب الأحمر للتتويج بهذه البطولة. منتخبنا بعدما حقق الانتصار على اليمن أتى بانتصار جعل يتوج بلقب هذه البطولة. حسن ربيع قائد المنتخب، منصور النعيمي صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة، قاسم سعيد واحد من الأسماء المهمة، سعد سهيل أكيد عنصر فعال في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، عبد الرحمن صالح قلب الدفاع، ناصر شملي واحد من الأسماء اللي أكيد ينتظره مستقبل كبير جدا، محمد الغساني العائد بعد غياب طويل والعودة كانت جيدة وجميلة، منصور النعيمي كما ذكرت، أحمد مانع، قاسم سعيد، أسامة حديد، جمعة درويش، حسن ربيع، يعقوب عبد الكريم، محمد الشيبة، فايز الرشيدي، سليم الفارسي، امتياز عبد المعطي، هيثم مسعود، محمود الوهيبي، ولا أنسى حارس المرمى محمد هويدي. والكل أكيد سواء من جهاز فني بقيادة كلود لوروا ومساعدة حمد العزاني وستيفان وكذلك مدير المنتخب محمد صالح العلوي وكذلك صلاح ثويني والجهاز الطبي وكل العناصر المتواجدة مع منتخبنا الوطني بالتتويج بلقب هذه البطولة، البطولة التي أقيمت في الجمهورية اليمنية. كان من المفترض أن يتواجد أيضا منتخب الأرجنتين ومنتخب مصر، ولكن في النهاية اعتذر المنتخبان وتم تقديم الدعوة لمنتخب مقدونيا ومنتخب بوركينا فاسو. الأبطال يحتفلون وسيستمر أكيد الاحتفال بهذا اللقب. هذا اللقب أكيد مهم جدا لهذه العناصر ومهم جدا أيضا لكلود لوروا والجهاز الفني وكذلك للشارع الرياضي بأن أيضا يثقوا بهذه العناصر، بأن هذه العناصر لديها كل الإمكانيات أيضا كما لدى العناصر الأخرى المهمة وأيضا البارزة والمعروفة لدى الكل الغائبة عن هذه البطولة، لأن الاتحاد العماني برئاسة السيد خالد بن حمد وكذلك كلود لوروا فضلوا الذهاب بتشكيلة مكونة من الدوري المحلي عدا كان وجود اللاعب محمد الشيبة، ولكن محمد تعرض للإصابة ولم يشترك في هذه البطولة. إذن أتت لحظات التتويج ورفع كأس البطولة بعدما قلد لاعبو منتخبنا بالذهب والميداليات، أتى رفع الكأس والكأس سيرفع بوجود وحضرة قائد المنتخب اللي هو حسن ربيع. إذن تأتي الاحتفالات هكذا، حسن ربيع يرفع كأس البطولة، البطولة عن جدارة واستحقاق تسلم من رئيس الاتحاد اليمني أحمد العيسى. إذن حسن ربيع يرفع كأس البطولة بعدما رفعنا كأس البطولة الودية التي كانت في قطر عام 94 وبعد ذلك 2004 في المملكة في مملكة البحرين وثم في 2009 هنا في السلطنة، والآن يأتي تتويج آخر مهم جدا لهذه العناصر كما ذكرت بالنسبة لكلود لوروا وعناصر الشاب التي